بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين الكرام، أيها الإخوة الرياضيون، أحييكم أجمل تحية من هنا من استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ومع هذا اللقاء الكروي الكبير الذي يجمع بطلي هذا الموسم النصر والرياض من الرياض، حيث التقى الفريقان في مسابقة كأس دور خادم الحرمين الشريفين في المرحلة التمهيدية مرتين. استطاع النصر أن يفوز على شقيقه الرياض بهدفين مقابل هدف خلال المرحلة التمهيدية الأولى والثانية. هبط إلى أرض الملعب لاعب الفريقين النصر بشعاره المعروف الأزرق والأصفر، والرياض بشعاره المعروف أيضا الأحمر والأسود والشرتات البيضاء. بدأت المباراة بسم الله الرحمن الرحيم، ونتمنى أعزائي المشاهدين أن تظهر هذه المباراة بمستوى الحدث ويليق بتشريف خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لهذا اللقاء الكروي الكبير للمباراة، بالإضافة إلى العديد من المحطات الفضائية التي تنقل بها. شوف هذه الإعادة، هذه الإعادة، والآن كرة عند إبراهيم الحلوة حارس المرمى لفريق الرياض. أكثر من لاعب ياسر الطائفي، تسديدة باتجاه المرمى لكن في يد ينتقل في كل أرجاء الملعب. هوين، تسديدة قوية وتعدي خارج الملعب. حلوة حلوة، بداية حلوة وتسديدة جميلة من هوين وهاندي. يخطو فاضل العريفي من جهة اليسار، فاضل العريفي يلعبها عرضية ووليد الزهير يحصلها خلف هادح مع وليد وخارج الملعب ضرب الزاوية. فانديز، شوف هذا فاضل العريفي، فاضل العريفي وصدر هاين، حاول يعدي، عدي عدي، لعبها عرضية جميلة ويطلع من المرمى ابراهيم الحلوة يمسكها. فيه يلعب الكرة ويطلع ملح الدوسري بدون توقيت، لكن توقيت صالح المطلق كان جيد في الواقع وغطى الكرة. يعدي يسدد قوية وحارس المرمى ملح الدوسري سدد كرة جميلة. شوف شوف قوية باتجاه ملح الدوسري. هذه المباراة أعزائي المشاهدين بشكل يليق بسمعة هذا الحدث التاريخي الكبير. الوقت الأصلي نلعب في الوقت بدل الضايع، وفي هذه اللحظة أعزائي المشاهدين أيها الإخوة الرياضيون في كل مكان، أطلق حكم المباراة الدولي عبد الرحمن زياد صافرته معلنا عن نهاية شوط المباراة الأول. المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى من استاد الملك فهد الدولي بالرياض، حيث يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله المباراة الختامية، ويستقبل استقبالا حافلا في أروع صورة من صور الوفاء والحب الكبير الذي يملأ قلوب أبناء هذا الشعب الوفي. أيها الإخوة، وفي هذه اللحظات تلتهب الأكف بالتصفيق مرحبة بالقائد الرائد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله في أروع صورة من صور الوفاء والحب الكبير، بينما يلوح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله بيده الكريمة لهذه الجماهير الوفية التي تسعد برعايته الكريمة لهذه المباراة. إنها صورة من صور الحب الكبير. ونود أن نذكركم بأسماء لاعبي الفريقين. الأول فريق بالتعادل بدون أهداف،
حتى الآن لم نشاهد أهداف، لكن انقطع من سوزا وبترند فاضل ريمس. كرة جميلة، شوف سددت من فاضل ري في قطعها سوزا رقم 14، يخش محيسن الجمعان، محيسن الجمعان وتطلع الكرة ضربة جزاء. توقف عن مباريات الرياض في مباريتين سابقة الإصابة. هجمة الآن لفريق النصر، هجمة الآن وهوين يلعبها برا وتصل ضربة زاوية. والنصر حتى الآن بيضغط، لعبها بالراس جول. الهدف الأول النصراوي، الهدف الأول النصراوي. شوف شوف جول جميل في الدقيقة 14 من زمن الشوط الثاني، من زمن الشوط الثاني الهدف الأول النصراوي، الهدف الأول النصراوي. شوف شوف الكرة ضرب الزاوية اتلعب وبالرأس المدافع، برأس مدافع فريق الرياض سجل في مرمى. شوف لعب بالرأس في الزاوية البعيدة، في الزاوية البعيدة، ويعتبر الهدف باسم ناصر الفهد لأنه هو اللي لعب الكرة من فريق النصر. في الواقع هدف في مرمى فريق الرياض من المدافع، مدافع فريق الرياض. يعدي بكعب حسين السمجاني، وصلها فهد العريفي من النصر. طلق فهد وده هجمة لفريق النصر. عدي على هذه المباراة النهائية من فهد العريفي، تسديدة قوية باتجاه المرمى لكن تطلع خارج، تطلع خارج الملعب. فريق الرياض ضاغط وفريق النصر بيحاول، وفي هذه اللحظة أعزائي المشاهدين أيها الإخوة الرياضيون في كل مكان، أطلق حكم المباراة الدولي عبد الرحمن الزيد صافرته معلنا عن نهاية هذا اللقاء الكروي الكبير على نهائي كأس دوري خادم الحرمين الشريفين. نهني النصر بهذا الفوز وحظا أوفر لفريق الرياض، والميكروفون الآن يعود للزميل الأستاذ سليمان العيسى مع تحيات محمد الفايز أستاذ زاهد إبراهيم تبسي. تابعنا جميعا هذا اللقاء الكروي. حق مني هو اللي تعب. يا الكوت عليك بعد الواحد. الكوت يقول بيشكلني لا غيرت ابدا وش يتسلمون الان الميداليات الذهبيه مع مبلغ جماهير نادي النصر سجاد النهضة الإسلامية الحديثة يدك في بعض الذهب والجنيهات القديمة من العصور الأموية. الله يطول عمرك. في دوري خادم الحرمين الشريفين يغادر في هذه اللحظات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله، أستاذ الملك فهد الدولي بالرياض بعد